نعم الآن الآن إذا علي هون 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 نعم الآن إذا يبدو أن هناك الدفاعات الجوية الإسرائيلية تتصدى الآن لعدة مسيرات رأيناها في سماء مدينة القدس. الدفاعات الجوية الإسرائيلية ما زالت هناك عشرات المسيرات في مدينة القدس. الغريب بالموضوع أنه لا يوجد حتى هذه اللحظات أي صوت لصافرات الإنذار التي يعني صافرات الإنذار في القدس لم تطلق في هذه اللحظات. الصواريخ والمسيرات في كل مكان، نشاهد المسيرات الآن عبر الهواء مباشرة، نشاهدها في السماء في سماء مدينة القدس لأول مرة. إذا مسيرات وربما أكثر من ذلك صواريخ إيرانية في سماء مدينة القدس، مشاهد عشرات ربما مئات المسيرات الآن فوق السماء في القدس. يعني حالة غريبة جدا. الصورة ربما تتكلم والمشاهد هنا يعني لا توصف. هي بعيدة، هي لا يبدو أنها ساقطة على القدس ولكن تسير فوق القدس في هذه اللحظات. مشهد غريب، مشهد في إسرائيل للمرة الأولى ربما يعني يعاش في إسرائيل في القدس في هذه المدينة التي تعتبرها إسرائيل عاصمة لها. ويبدو أن المشهد سيتطور بعد هذه اللحظات. الغريب والملفت الآن في هذه اللحظات بأن لا يوجد صافرات الإنذار. مدينة القدس الآن تعج بالصواريخ والمسيرات والدفعات الجوية القبة الحديدية الإسرائيلية.